خليني أتكلم عن بعض الآيات في العهد القديم اللي بتتكلم عن لاهوت يسوع المسيح. أولا في مزمور 45 آية 6 وآية 7 مكتوب: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. في آية 17 مكتوب: أذكر اسمك في كل دور فدور، من أجل ذلك تحمدك الشعوب إلى الدهر وإلى الأبد. أحبائي، هذا المزمور طبعا يعني لبني قورح، هي ترنيمة محبة موجه لابن داود. ابن داود هو تعبير آخر عن يسوع المسيح. هذا المزمور موجه للملك، وفي نفس الوقت يدعوه الله، مثل ما شفنا في آية 6: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك. فإذا موجه للملك وفي نفس الوقت يدعوه الله. ابن داود هو ملك وهو الله. لاحظ في سفر رؤيا آخر إصحاح قال يسوع: أنا يسوع، يستمر قائلا: أنا أصل، يعني الأصل، وذرية داود كوكب الصبح المنير. هذا طبعا شيء يتفرد فيه المسيح يسوع وحده، في آية 16 رؤية 22. هذا المزمور بيتكلم عن تفوقه، بيتكلم ويقول: أنت أبرع جمالا من كل بني البشر، يعني في آية 2: انسكبت النعمة على شفتيك، لذلك باركك الله إلى الأبد. فإذا بيتكلم عنه أنه هو الجبار في نفس المزمور. جلالك وبهاؤك في آية 3. في آية 17 تسبحك الشعوب، وعدد 5 يملك، مكتوب يملك في نفس الآية إلى الأبد. ومكتوب في هذا المزمور الملك هو الله، إلهه، يعني لاحظ الكلمات واضحة جدا: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج. لاحظ الكلمات هون مكتوب عنه: تسبح الشعوب، يملك إلى الأبد، الملك هو الله، إلهه، يعني بيتكلم عن شخصية أخرى أيضا الله. ولاحظ مسحك، يعني اللغة الإنجليزية يمكن بتوضحها شوي أكتر: therefore God your God، يعني لذلك إلهك الله إلهك، يعني بيتكلم يعني عن إله اثنين، يعني مش واحد، بيتكلم عن الابن يسوع المسيح. إذا بنرجع للرسالة إلى العبرانيين الإصحاح الأول بنشوف إنه بيعلن تفوق الابن، يعني بقول: الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. يعلن تفوق المسيح على الملائكة. في آية 8 اللي هي بيقتبس مزمور 45 اللي قرأته، في آية 8: وأما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك، يعني therefore God your God، مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك. في آية 10 بيكمل بقول وأنت يا رب في البدء، يعني بيتكلم عن يسوع، أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك، هي تبيد ولكن أنت تبقى. فواضح حي التتمة في العبرانيين بتتكلم عن مزمور 45 اللي تمت في شخص يسوع. وأما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور. لاحظ يعني مش دهر الدهور، إلى أبد الآبدين. قضيب استقامة، قضيب ملكك. آية 9 من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج. هاي واحدة من الآيات اللي بتظهر لاهوت أو ألوهية المسيح من العهد القديم.